أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. اجتمع سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة بسعادة السيد تشين دايشن أمين عام اتحاد الشباب والابتكار في مدينة شنزن الصينية، وذلك في إطار زيارته إلى مملكة البحرين بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار الصناعي والتبادل التجاري. وخلال الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيع الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. انطلقت فعاليات معرضي جايتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار، وذلك بمشاركة أكثر من 32 شركة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مجال التقنية، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين منهم مجلس التنمية الاقتصادية وشركة صادرات البحرين وبنك إلى. ويأتي جناح مملكة البحرين برعاية من صندوق العمل تمكين للسنة التاسعة على التوالي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تشارك مملكة البحرين في معرض جايتكس جلوبال الذي يعد أكبر معرض في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، ويضم جناح مملكة البحرين 12 مؤسسة بحرينية صغيرة ومتوسطة تعرض أعمالها إلى جانب 20 مؤسسة بحرينية ناشئة في معرض إكسباند نورث ستار، أحد أضخم الفعاليات العالمية للمؤسسات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. الهدف من هذه المشاركة أن إبراز الضوء على التقنيات الحديثة، إعطاء الفرصة حق الشركات المساهمة البحرينية لإبراز منتجاتهم وتقنياتهم الحديثة، للتعرف على الخبرات العالمية الموجودة، للاحتكاك مع شركات عالمية. صادرات البحرين تحت مظلة بحرين بافيليون. طبعا مشاركتنا هالسنة، احنا مثل كل سنة احنا we're here to support كل البحريني businesses، انه نروج البرودكتس مالينهم والسيرفيسز مالينهم، انه نطلعهم برا البحرين، نطلعهم opportunities ان يطلعون برا البحرين. ما شاء الله علينا عندنا في البحرين potential وايد عالي. يركز المعرض في نسخته هذا العام على الابتكارات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى من ضمنها تأثير شبكات الجيل السادس 6G ومنظومات الأعمال الافتراضية الواسعة في تقنية الميتافيرس. اليوم ولله الحمد تمينا صفقتين مع شركات عالمية، ونطمح أن يعني نوقع صفقات أكثر. هذول شركات مثلا في تقنيات متطوره جدا ممكن نجيبهم للبحرين. شركه خصله الخليج طبعا تحرص على المشاركه لمال هذا المعرض من فرص وابراز امكانيات مملكه البحرين، بالتحديد في مجال خدمات اسناد الاعمال على المستوى الخليجي. تتيح المشاركة لرواد الأعمال في مجال التقنية فرصة عرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة أمام ما يزيد عن 100,000 مشارك وزائر للمعرض سنوياً من جميع أنحاء العالم، وتشمل قائمة حضور المعرض عدداً من المسؤولين التنفيذيين والجهات الحكومية والخبراء التقنيين ورواد الأعمال والأكاديميين والمهتمين بمجال التقنية، مما يسهم في فتح المجال أمام فرص عقد الشراكات الإقليمية والدولية. أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال السياحة أهمية تنظيم الرحلات السياحية الفاخرة في مملكة البحرين كونها وجهة سياحية جاذبة، وذلك خلال النسخة الأولى من فعالية السياحة الفاخرة Connection Luxury. لقد شاركت في أفضل فعاليات التواصل، لأننا نؤمن أنه عندما نجمع المشترين مع البائعين ونعمل على استمرار التواصل سوف ننعش القطاع السياحي، وهذا الحدث جيد للسياحة. يعد هذا الحدث مهما جدا، لأن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مزدهرة، وبالطبع أنت تعلم أن هناك بعض الوجهات المعروفة وتعتبر الأكثر شهرة، ولكن الناس يبحثون عن البدائل والتجديد المستمر. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية.
موسم الأرباح هو فترة مهمة في العالم المالي، تنتظرها الأسواق والمستثمرون بشغف كبير، ويحرص المستثمرون على تحليل النتائج في هذه الفترة بعناية لفهم كيف ستؤثر على أداء الأسواق المالية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خلدون هلال، الرئيس التنفيذي لشركة كاما كابيتال. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي توقعاتكم لموسم أرباح الشركات؟ شكرا خيرين أول شيء استضافتنا اليوم، وإن شاء الله هيك بصفات لاحقة بالمستقبل. إعلان نتائج الشركات، تم ملاحظة انخفاض حاد بمراجعة تقديرات الأرباح لعدد كبير من الشركات ضمن مؤشر ستاندرد أند بور 500 خلال الأسبوعين الماضيين، ويوجولي خلال هذا الوقت من العام اتجهت مراجعة تقديرات الأرباح نحو التراجع، مما يشير إلى تنوع وتصاعد المخاطر المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية، بما في ذلك التحديات التي تمثلها زيادة أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي. هذا التقلب قد يستمر مع استمرار التوترات الاقتصادية. هلأ بالرغم من وجود وجهات نظر متضاربة حول اتجاه الأرباح، يظهر انخفاض مراجعة تقديرات الأرباح للشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ويمكن هذا ويمكن أن يكون هذا الاتجاه الهبوطي مستداما. نتائج الأعمال القادمة ستكشف عن كيفية تعامل الشركات مع التحديات المستمرة مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب. احتمال زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول يشكل قلقا للأسواق، وقد أثر سلبيا على السندات الحكومية. نعم سيد خلدون، كيف ترون توجه السياسة النقدية الأمريكية؟ سنة 2022 شهدت تحولات اقتصادية ومالية مفاجئة، وكشفت عن صعوبة التنبؤ بالأحداث. في منتصف عام 2021 كانت توقعات معظم المتوقعين تشير إلى عدم وجود قلق كبير بشأن التضخم، ولكن التجربة أثبتت العكس، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة تفوق التوقعات. كانت توقعات السوق والمحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سيزيد بنسبة 2.5% فقط في عام 2022، ومع ذلك ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي استبعد أسعار الغذاء والطاقة بنسبة تفوق 6% خلال الأشهر 12 الماضية. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، رغم أن الفيدرالي كان سريعا في زيادة أسعار الفائدة، إلا أن السرعة التضخم لم يكن متوقعا تماما. فيما يتعلق بالسندات أو أسواق السندات، ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير في منتصف 2021، وفي الوقت الحالي يتوقع الكثيرون تباطؤ النمو الاقتصادي وحتى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. السؤال هون يتعلق بكيفية تأثير سياسة الشركات على الوظائف، حيث يمكن أن تتأثر سوق العمل بقرارات الشركات بشأن توظيف أو تسريح الموظفين. السيد خلدون هلال، رئيس التنفيذي لشركة كاما كابيتال من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك.